في ظل الواقع الصحي المتردي في العراق، فقد رجل من أهالي قضاء الخضر بمحافظة المثنى زوجته ومولوده الجديد، وذلك بسبب عدم وجود الطبيبة الخفر التي كانت من المفترض أن تكون متواجدة في المستشفى، وكذلك بسبب الإهمال الطبي للمراجعين في مستشفى الخضر. فنشاهد. طبعا ثاني أيام العيد اللي هو صادف يوم 6/6/2019 صارت أعراض على زوجتي، أعراض ولادة، فجبتها للمستشفى. وطبعا صادف بهذا اليوم الدكتورة الخفر، هي نفسيتها دكتورتها يعني اللي أراجعها، يعني طبيبتها الأخصائية، بس ما كان يومها لازم هي تكون موجودة بالمستشفى بهذا اليوم. بالضبط، يعني كان المفروض هي متواجدة بس ما كانت متواجدة. المهم دخلتها صالة العمليات، بعد ساعة تقريبا من الموعد قالوا لي انت بالخمسة بالستة، قالوا لي بالستة، لا تقريبا بالستة ونص، نعم، قالوا لي طلع الوليد، قال لي مبروك صار عندك ولد. جيد. يعني انا تفاجأت بحالة الولادة سريعة، فماكل الحمد لله، قلت الحمد لله على كل حال. بس مباشرة وراء 10 دقائق طلعوا الطفل للخدج، قالوا حالته تعبانة شوية، وانه زوجتك هم حالتها تعبانة بس ان شاء الله مسيطر عليها، ما عندنا شيء. بقيت ما يقارب النص ساعة وراء هاي الحالة شد وجذب، فاجت دكتورتها، دكتورتها اللي كانت بالعيادة اللي هي المفروض تكون موجودة الخفر، اجت قابلتها بالباب، حاولت احكي وياها، طلعت قبل على صالة الولادة، وبقت يمها تقريبا ما يقارب النص ساعة. الأخبار اللي تجيني انه ان شاء الله ماكو شيء، نزف بسيط، ان شاء الله راح يخيطون الجرح. تفاجأت ورا النص ساعة انه الدكتورة تقول لا نحولكم على السماوات. هناك بمستشفى السماوات تقريبا ساعة بعد ما وصلنا توفت، يعني ما قدروا يسوي لها شيء. وورا 4 أيام حولوا الطفل على الديوانية على الإنعاش الرئوي، ورا 4 أيام هم توفى.